امال ايه يعني؟ لغايه امتى هنستمر في الوضع ده؟ احنا السبب، احنا بيوتنا اتربينا على كده. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه انه امرنا ان احنا نضرب الصبيان على صلاه العشاء، يبقى الطفل بنعلمه الصلاه وهو عنده 7 سنين وبيتضرب عليه وهو عنده 10 سنين، ونهى ان احنا نضرب الصبيان عند كسر الانيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا نضرب الصبيان عند كسر الانيه، بيروى عنه كذلك. يبقى دلوقتي النبي بيقول لك التعامل مع الطفل بتاعك، انا وانت واحنا بنتعامل في البيت مع الاطفال معظمها ويفتكر اه انا اتضربت عشان كده، فيطلع الطفل بيعظم الصلاه وبيعظم الدين جدا وبيستهين بامر الدنيا، خلاص انا هشتغل، جت جت، ما جتش ما جتش، ربنا يجعلها في ايدي بقى، ما بس اهم حاجه ما تبقاش في قلبي، اهم حاجه. فيطلع طفل متربي على كده. انما الوقت العكس، الطفل يتضرب لو ما راحش المدرسه في وقتها والدرس في وقته وما عملش، وده ماشي يتربى كويس على التعليم، انما انه صلاه الفجر ما يصلاش مش مشكله، راجع الساعه 3 بالليل يقعد ساعه على النت من 3 ل 4 والفجر جدا 5، ينام الساعه 4، ابوه صاحي وشايفه داخل ينام الساعه 4 وشايفه وما يصحوش يصلي الفجر، يقول لك اصل هو عنده، اصل هو عنده صبح كليه، اصل هو عنده صبح مدرسه، فبقينا نضربهم، بقينا نضربهم على الدنيا وما نضربهمش على الدين. عكسنا الايه، عكسنا توجيهات النبي. فنشأ مجتمع هو الدين بالنسبه له هو قضيه هامشيه في الحياه، الدين بالنسبه له والنبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه له وسنه النبي بقت قضيه. كل واحد فينا دلوقتي داير في عجله، انا داير في عجله وفلان داير في عجله والاطفال قاعدين دايرين في عجله والاب داير في عجله والام دايره في عجله، كله في عجله مش عارف يطلع منها. الشاب خلاص هو دلوقتي رتب حياته، ما عادش يعرف يغير ترتيب حياته، هو بينام الساعه 3 هيصحى الساعه 9، ما عادش يعرف يغير نظام حياته انه يصحى الفجر، بيصحى الساعه 9 هيروح الكليه، سواء يروح المدرسه او يروح الكليه، وبعد كده يرجع ينام، بعد كده ينزل يروح درس، بعد كده يقعد على القهوه، بعد كده يرجع الساعه 3، بعد كده ينام، هو ما عادش عارف يطلع بره الحياه دي. والحاجات اللي بتشغل اهتماماته الدوري، الكاس، الموضه، هو ما عادش، ودايره بقى، وامتحان الترم، وامتحان نص امتحان الترم، نص الترم، وبعدين امتحان الترم، ميد ترم، وبعد كده الترم، وبعد كده اخر السنه، وبعد كده المصيف، فما ادراك ما المصيف. الاب بيعمل جمعيه، جمعيه، والله نعرف ناس لازم يعمل جمعيه من اول السنه عشان يقبضها اخر السنه عشان المصيف. سواء بقى ب 3000 جنيه او 5000 جنيه، والمصايف بقى عماله تغلى، وانت عارف بقى المصايف، ولو ما طلعناش نصيف الواد يبقى مكسور كده داخل الدراسه كده، زمايلي يقولوا صيفت فين؟ يقول لهم في جمصه. ينفع؟ ينفع يبقى صيف في جمصه؟ لازم يروح مارينا والساحل الشمالي، ما عادش ينفع بقى جمصه، خلاص لازم نعمل. هو الناس عايشه في متاهه، الاب عمال يجري الصبح ويجري بعد الظهر ويجري بالليل، عمال يجري عشان يجيب للفلوس للاولاد دخلت المدارس ودخلت الكليات، وبعد كده يجري عشان رمضان ويعميش رمضان والوصله، وثمن الوصله عمال بيغلى، كان بقى ب 35 بقى ب 40 ثمن الوصله، وبعد كده ما عادش نافعنا الوصله، عايزين دش وعايزين الاي ار تي، ما عدناش عايزين، افرض افرض الوصله قطعت في نص الماتش هنتصرف ازاي؟ عايزين احنا اي ار تي عندنا لوحدنا، مش عايزين يبقى لنا علاقه بحد، ويبدا كله ده، والام عماله تجري الصبح تعمل السندوتشات، ربنا يبارك فيها ويوفقها، بس ما ننساش الدين، وبعد كده تطلع على الشغل، وبعد كده ترجع تنام، طبعا لا في صلاه ولا بتسال اصلا الاب الابن والبنت يا ترى هي نفسها كده ليه؟ هي دي بنتي؟ هي بنتي نفسها كده ليه؟ هو النبي دلوقتي لو شاف بنتي هيسالني انت ليه هتلبس كده ليه؟ قلت لك انا والله ما اعرفش هي نفسها كده منين؟ انا كل اللي اديه لها ان انا بدخل الدراسه اديت لها 1000 جنيه 2000 جنيه وقلت لها هات اللي انت عايزاه، فطبعا جابت اللبس ده، انا مش، وتلاقي كلنا عايشين في متاهه للاسف مش عارفين نطلع منها، يبقى احد السبب.